إداني داني دهداني إداني داني دهداني. السلام عليكم، مرحبا بكم الخوت في هذا الفيديو الجديد. اول مره نهضر على شي حاجه خارج النطاق ديال الحدوث والمسائل. مؤخرا واحد الدائره ديال ليشين انه كيدوا الناس كيدوا العباد الله ليشين من بعد موي فاتحه. جا الدور ديال نيبا، بقيت كندور في اليوتيوب هاد النهار هذا، لقيت بانه لاشين ديال نيبا مشات. مشكل هذا، يعني غادي نشوفوا كيفاش هاد الاسباب هادو اللي كتعدي لهاد عباد الله باش انهم غادي يديو ليشين ديال عباد الله. واخا هاد لاشين ديال نيبا مازال فيها اشكال، اشكال بانه كتب واحد ستاتيو اللي غادي تشوفوا في التصويره بالجنب هنا، غتشوف واحد التصويره بالجنب هنا غادي تبان لكم من بعد في الاخر، بانه كتب واحد ستاتيو في الاخر ديالو قال بانه داير واحد لاشين ثانويه. يعني هذا واحد السبب من بين الاسباب اللي خلاته انه غادي يدير لاشين جديده، يعني ديك لاشين القديمه ما حد فيها صداع ولا ممكن داها له شي واحد، يعني ما كاين لا شيء يبقى تما. يعني من بين المشاكل اللي كانت بينه وبين السيد اللي مشارك معاه لاشين في الاول، واش السي مظاهر ولا سميتو، يعني تلقى ما وقع بيناتهم مشاكل ديال انه الصرف ما الصرف، لا هذا كيشد بزاف، لا خصكم تقسموا بجوج، لا كذا، لا واحد خصو يدي مزيان، الاخر قال له لا واش بحال الممثل بحال المونتاج وكذا وطفطا. كما شفت عند الاخوان، المهم داكشي اللي قالوا الاخوان، داكشي اللي اللي سمعت بالضبط. يعني هذا مشكل من بين المشاكل. كتلقى حاجه اخرى بانه نيبا، صراحه الا رجعتي للمعقول، الا رجعتي للمعقول نيبا راه عزيز عند المغاربه كاملين. المحتوى اللي كيدير نيبا محتوى زوين، حيث قريب للاخر، هو صراحه اللي فنان قريب للشعب. نيبا كتلقى كيتبعو الصغير وكيتبعو الكبير، لي برانك ولا الاخر لي تشالنج اللي كيدير هو والخنوخ وشحال من واحد، كاع دوك الناس اللي عنده في الاخر، صراحه داكشي ديالو معتبر. ولكن هاد المشاكل اللي عاودنا ديال انه مشى عنده مشكل مع السيمو، عنده مشكل مع شحال من واحد، خلاته انه غادي يمشي يقلب على شي واحد اخر، ربما هذه قدر تكون بنته ولا شي واحد اخر، شي واحد كيعرفو، حيت عنده مشكل صراحه في المونتاج. قالوا لك انه نيبا سيدي ما كيعرفش يمونطي ولا هو ولا الخنوخ ولا شي واحد اخر. المهم غادي يقدر يضطر انه غادي يمشي يدبر على شي واحد اخر اللي غادي يدير له المونتاج، وربما هذا سبب من الاسباب اللي خلى انه دوك لي فيديو كاع ديك لاشين ديالو انه غادي تسد. حيت من بعد كيقولوا الاصدقاء شي 48 ساعه من مور داكشي غادي تسد له لاشين. وكاين حاجه اخرى، ربما انه دار شي فيديو ما شفناش وفيه دوك الحوايج اللي خارجين عن النطاق ديال اليوتيوبرز، ممكن دار شي لقطه خيبه، ممكن حقوق الناشر، ممكن شحال من حاجه. يعني هادو من بين الحوايج اللي ما عرفناش. ولكن هاد الدائره هادي وقدمنا عليكم بالله، واحد غادي يضرب تمره يوصل مليون ابوني وكذا، مليون مشترك، وفي التالي غادي تمشي للاشين غير هكاك. صراحه كيبقى امر محزن، كيبقى فينا الحال ملي كنشوفوا هاد الناس هادو كيمشيو لهم ليشين. وحتى ديك مي فاتحه مسكينه، مراه ما كتشوفش ومشاو داو لها لاشين، راه ماشي خدام هادو، والله ما خدام بالله، راه كنهضر معاكم فريمون نيت، كاين لا مونتاج لا والو. صراحه الناس ملي كيدمروا كيوصل، كتلقى بنادم واصل 20 كيلو 50 كيلو 70 كيلو 100 كيلو ولا مليون كيلو، مليون فيو، راه صراحه مليون ابوني، راه صراحه راه حشومه والله، حشومه وعيب وعار. يعني كما قلنا، كما قالوا مجموعه ديال الاخوان، نيبا راه دخل لعباد الله صراحه القلوب ديالهم، ماشي كندافع عليه، وانما ديك الخدمه اللي دار ما خصهاش تمشي غير هكاك صراحه. هي تمشي واحد لاشين ديال 2000 ابوني 3000 ابوني، واخا حتى هذاك راه حشومه كاع، باش انه واحد بنادم يضرب التمره ديال عام عامين ويجمع واحد لاشين ديال 3000 ابوني وكذا، في التالي غادي يجي واحد يزرب عليه، راه ماشي خدمه. هادي نهضروا نيت بواقع الاخوان، نيبا كيبقى واحد الشخص اللي
دخل عباد الله كامل، ديور عباد الله كاملين، كتلقى الصغير كيتفرج فيه، تلقى الكبير كيتفرج فيه، وفي التالي تلقى واحد فرمشات عين مشات. المهم لحد الساعة ما نكذبوش، لحد الساعة كيقولوا باللي كاينين ثلاثة د الحوايج، يا اما داك خالف النشر ديال حقوق النشر ديال اليوتيوب، ديال اليوتيوب ولا شي فيديو لا حوما شي تال تما، كاينين حاجة ديال انه ممكن وقعوا مشاكل بين بينه وبين سيمو والاخر اللي شارك معاه لاشين من الاول، وقعوا مشكل، وقع له مشكل مع داك السيد، السيد دخل الحساب ديالو طفطف حيد لي فيديو ولا ممكن دار لهم الاخر راكوش كتعرفوه في اليوتيوب، كاين واحد القضيه ديال نون فيزيبل، يعني هادي يقدر يمشي يدير لها نون فيزيبل ما بقاش تشاف دوك لي فيديو كاع اصلا، ولا صراحه تبلوكات ولا شي حاجه من بعد 48 ساعه ما تبقاش تبان تما، هادشي اللي كاين. ايوا المهم صراحة والله إلا كيبقى فيك الحال ملي كتشوف بحال هادشي، المهم كنتمنى أنني بيرجع، واخا راه قال سمعت بلي حل شي شين جديدة، شي واحد لاشين جديدة حلها، كنتمنى أنني بيرجع للآخر ديالو، حيت راه صراحة كنستافدو منو، كنتفرجو فيه، كنضحكو، كنشطو، كنتمنى أنه يرجع، نتمنى أنه الناس حتى إلا صراحة حتى إلا مشا ديك لاشين الأولى، انه الناس يمشيو يقلبوا على ديك لاشين ديالو الجوجه. وهذا ما كان الاخوان، كنتمنى انكم تزيدوا تدعمونا شويه، اول مره غادي نهضر بحال هاد المواضيع صراحه لانه بقى فيا الحال، يكون خير ان شاء الله. المهم نتمنى ان هاد النبي يرجع لاشين ديالو، ونتمنى انكم تابوناو وتزيدوا بنا للقدام. السلام عليكم.